السلام عليكم اتكلمنا عن وحدات التغذية بتاعة المكنة ال 30 35 أو ال 45 ام بي 3500 4500 أو أي مكنة ماشية بنفس الميكانيكا الهندسية بتاعة المكنة دي. وإحنا اتكلمنا وإحنا بنتكلم اتكلمنا عن مجاميع الرفع اللي هي إن إن في الدرج بيخش مكانه وفي حاجة بترفعه الصينية اللي بترفعه لغاية البكر يبقى في موتور رفع واتكلمنا عن الاكتويتر واتكلمنا عن بكر السحب تمام؟ فالفيديو ده إن شاء الله هنتكلم إزاي إن إحنا نوصل للمكونات اللي إحنا إتكلمنا عليها في سكة السحب ون ونفكها من مكانها عشان لو لازم نعمل لها صيانة أو أي حاجة زي كده. تمام؟ أول حاجة يعني نعد الحاجات اللي إحنا مطلوب نوصل لها أولاً. أول حاجة محتاجين نوصل للموتور الرافع اللي هو ده. الموتور الرافع بتاع الدرج بتاع بتاع الدرج الأول والدرج الثاني. تمام؟ محتاجين نوصل لبكر السحب اللي احنا شايفينه ده وده زي ما احنا شايفين سهل الوصول ليه، محتاجين نوصل للاكس بتاع الريلي اللي هو بتاع الدرج الثاني وبتاع الدرج الاول ومحتاجين نوصل للكلتشات اللي بتحرك بكر السحب والاكسات بتاعت الريلي والريجستريشن، تمام؟ هنبتدي ان شاء الله المكنه دي عشان خاطر نوصل لأول حاجة اللي هي موتور موتور رفع الدرج اللي جوه ده بنلف في ظهر المكنة تمام طبعا ظهر المكنة هنا مفكوك الكفر اللي هنا بيبقى فيه كفرين كفر فوق وكفر تحت احنا كل شغلنا على مجاميع السحب بيكون في الجزئية اللي تحت تمام بنفك الكفر طبعا الكفر بيبقى بأربع مسامير بنفكه سهل جدا بعد ما بنفكه بنلاقي المنظر اللي قدامنا ده هو المنظر اللي قدامنا ده فيه شويه اهمال كده لان المكنه سكراب بس هو هو ايه نفس المنظر اللي في المكنه الخارج بتبقى كارتة الاشارات اللي هي مسؤوله عن المكونات زي الكلاتشات والسناسر والكلام ده كله اي الانبوت والاوتبوت بتاع المكنه كله هي الكارته دي في ناس بيسموها كارتة لانا في ناس بيسموها كارتة اشارات اسمها في سيرفز مانوال كارتة الانبوت والاوتبوت تمام؟ الكارته دي عشان تتفك بنفك الاسلاك اللي حوالين منها دول كلهم، تمام؟ وبعد كده بنفك اربع مسامير وبتبقى الكارته اتشالت معانا. في الحاجه اللي نحذر منها واحنا بنتعامل مع الكارته دي الكابل الداتا الابيض ده، تمام؟ كابل الكابل بتاع الداتا الابيض ده لما بنيجي بنفكه في جزء البني اللي في الظهر ده بصباعي كده بالراحه برفعه ورا بفكه بلاقيه زي ما انا شايف كده اتفك او بشده بايدي بيتفك معايا لما باجي بركبه بحط الكابل مكانه زي ما احنا شفنا وفي الاخر بنزل بقفل الدراع البني ده كده تمام الدراع البني ده سهل جدا ان هو يتكسر تمام فانا لما باجي بقفل الدراع البني ساعات الاقيه معلق معايا مش عايز يقفل بعد ما احط بعد ما احط الكابل فيه احاول اشيل الكابل واحطه مره تاني احاول اقفله احط صباعي من تحت من فوق او من نص تمام احاول المحاولات دي كلها لو ما اتقفلش معايا وبرضه ناشف معايا ما تعملش معاه في الوقت ده واسيبه عشر دقايق وارجع له تاني اكون انا خد هديت شويه لان انا لو كسرتها الجزئيه دي لو كسرت بناء عليها بنغير الكارته كلها تمام فنكون حذرين مع الجزئيه دي انا دلوقتي هفك الكارته ونرجع نكمل مع بعضينا بعد ما فكيت الكابلات وفكيت الاربع مسامير اللي رابطين الكارته بيبقوا الاربع مسامير حوالين الكارته تمام بعد ما فكيتها بسلك الكارتة من مكانها بطلعها من الكابلات اوباش زي ما احنا شايفين كده بيبان قدامنا الموتور بتاع رفع الدرج اللي هو ده ده بتبقى جزئية واحدة بتتفك بس فيها موتور رفع الدرج الأول وفيها موتور رفع الدرج التاني الاتنين بيبقوا واحدة واحدة مع بعض ولما موتور فيهم بيتغير بنضطر إن احنا نغير المجموعة كلها مع بعضيها تمام طبعا عرفنا ازاي ان احنا نفك الموتور الرفع بتاع الدرج اللي هو ده ما بقاش قدامنا غير المسمار نشيل المسمارين بتوعه اللي هنا واللي هنا ويبقى المطور سهل ان هو يطلع معانا طيب نيجي نتكلم بقى على بقيه المكونات الميكانيكيه بتاعه وحدات التغذيه اول حاجه اول معلومه لازم نعرفها المطور اللي بيحرك لي كل المكونات الميكانيكيه بتاعه وحدات التغذيه لغايه الريجستريشن هو المطور بتاع التغذيه والديفولبر ده اسمه مطور التغذيه او اسمه مطور الديفولبر لان هو اضافه لمجاميع الوحدات التغذيه بتاعه المكنه بيحرك تانك الديفولبر تمام يبقى الموتور اللي بيغذي لي الحركه للجزئيه اللي تحت دي اللي هي السحبه الاولى والريلي الاولاني والريلي الثاني والريجستريشن اللي بيغذي لي الحركه لكل ده اللي هو موتور الديفولبر ده تمام وقلنا اسمه موتور الديفولبر لانه هو برده بيدي الحركه لتانك الديفولبر تمام طيب فين الكلاتشات بتاعتنا؟ في عندنا كلاتش السحبه الاولى وكلاتش السحبه الثانيه ده كده كراتش السحبة التانية يعني اللي بيحرك البكر بتاع السحب بتاع الدرج التاني طب فين الكراتش بتاع البكر بتاع الدرج الأول هنلاقيه هنا اهو تمام اللي هو ده ورا الأفيس ده وعلى فكرة الكراتش اللي تحت ده برضو فيه أفيس شبه اللي فوق كده مربوط عليه بس انا حاليا صراحه انا طلعت يعني الساعه 2 بالليل دلوقتي وانا قلت يعني ما فيش وقت فاضي ان انا اصور فيه فيديوهات ففي المكنه دي على الله وانا اسف معنديش وقت ان انا افك من مكان تاني حاجات واركبها هنا فايه الديفوهات البسيطه دي ايه يعني ما ايه معلش يا رجاله ما بينا وبين بعض تمام فقلنا عموما الكلاتش بتاع الدرج الثاني الاختلاف اللي هنلاقيه في اي مكنه انه عليه افيز من فوق ماسكه الافيز ده بيبقى مربوط بمسمارين مسمار من هنا ومسمار من هنا هشيل الافيز هيبقى قدام الكلاتش تمام والكابل بتاعه طبعا بيبقى راكب في الكارته بتاعه الاشارات هنا فلو عايز اسحبه بسحبه كده عادي تمام بس ويبقى الكلاتش طلع في ايدينا ولما اطلع البيت ان شاء الله هصور لكم فيديو ايه القصه بتاعه الكلاتش بالظبط وهي ايه شغله شكله عامل ازاي لما باجي بركب الكلاتش براعي ان ال ال الكلاتش بيبقى الاكس اللي راكب عليه زي ما احنا شايفين كده استنوا لحظه الف لكم الاكس عشان يبان بيبقى مشطوف تمام اكس مشطوف ولو بصينا على الكلاتش من جوه فين مش عارف هتلاحظوه من هنا ولا لا بس من جوه في نفس الشطفه بتاعه الاكس دي فلما بنيجي بنركب الاثنين على بعض بحاول قدر الامكان وانا وانا بركبه بلفه في مكانه بحيث ان هو ايه يتعدل على الشطفه بتاعه الاكس الشطفتين يتعادلوا على بعض تمام طب تاني حاجه بيبقى في البوز اللي عامل زي حرف اليو ده دا دايما هتلاقيه ليه مكان بيخش فيه لان البوز ده لو مش ثابت الكراتش هيلف هيلف كله مع بعضه وهيقطع السلك تمام فتاني حاجة أراعيها وأنا بركب الكراتش إن هو يبقى حرف اليو بتاعه راكب في البوز. آخر حاجة ممكن ما يدخلش معايا كويس للآخر ألف الترس بإيدي الترس بس اللي قدام بتاع الترس اللي هو ده. ألفه بإيدي كده تمام بحيث إن هو يتوائم مع الترس التاني في مكانه. نعدل كده ويخش إيه للآخر وبعد كده بركب الأفيز بتاعه بالمسمارين خلاص المشكلة على كده. تمام تمام الكراتش بتاع الدرج الاول نفس الكلام هفك المسمار ده والمسمار ده اللي هم بتوع الافيز اللي ماسكين الكلاتش وبعد كده هسلك طبعا الكابل اللي فوقيه ده واطلعه بيطلع معايا نفسه هو هو نفس الفكره بتاعت الكراتش بتاع الدرج الثاني وتقريبا الكراتشات كلها هتلاقوا فكرتها واحده تمام طيب كده قلنا الكلاتش اللي بيحرك بكر السحب بتاع الدرج الثاني والكلاتش اللي بيحرك بكر السحب بتاع الدرج الاول فاضل لنا الكلاتش بتاع ريلي والكلاتش بتاع ريجستريشن تمام كلاتش ريلي بيبقى موجود ورا الكفر الحديد ده تمام والاكس بتاعه اللي بيبقى راكب عليه اللي هو ده اللي عليه رمانبلي هو موجود وراه تمام وهنفك دلوقتي ونعرف نوصل له ازاي بالظبط طبعا عشان ابتدي افك واوصل للكلاتش بتاع ريلاي هفك الكرت تمام دي كده اول حاجه ثاني حاجه بعد ما افك الكرته بيبقى فيه العمود ده تمام هيبقى واقف في سكتي وانا بفك فالعمود ده عشان افكه بفكه من المسمار اللي فوق ده ومن المسمار اللي تحت ده وبيبقى فيه الكابلات دي تمام في شويه افيزات كابلات موجوده على العمود بفكها وبطلع تمام طيب لو اي حد بيفك الموضوع ده لاول مره افضل ان هو قبل اي خطوه يعملها ياخد صوره بالكاميرا بتاعته بتاعه الموبايل بحيث ان هو يبقى عارف اماكن الكابلات فين وما يتلخبطش وهو بيركب هو الموضوع بسيط وفي الاخر هتلاقي كل كابل رايح لمكانه طالما حطيته في الافيز بتاعه تمام بس عشان ما ننساش لو احنا بنفك الاول مره ومش عارفين الترتيب بتاع الحاجه دي ايه كل خطوه بتعملها بتديها صوره بالموبايل بحيث لو حبيت ترجع بالذاكره يبقى الدنيا ماشيه معاك زي العسل. تمام هفك لكم العمود ده وبعد كده ايه نرجع نكمل مع بعضينا ان شاء الله بعد ما فكينا المسمارين بتوع العمود وفكينا الـ الـ الكابلات من الافيزات اللي على العمود بنمسك العمود كده بايدينا بنرفعه لفوق تمام ونشده بيطلع معانا تمام نركنه على جنب ايه في اي مكان على الارض حتى تمام ايه اللي قدامنا دلوقتي سيبنا من الاسلاك دي كلها طبعا بيبقى الاسلاك انا المفروض ان انا افك دلوقتي اللي هو الكفر ده كل الكفر ده تمام الكفر ده عشان اوصل له طبعا في الافيزات بتاعه الكابلات دي بفكها وعندي ال, ال الافيز بتاع الكلاتش بتاع الدرج الثاني بفكه واطلع بتاع الدرج الثاني ونفس الكلام بفك ال ال الافيز بتاع الكلاتش الاول والافيزات بتاعه الاسلاك دي منه وبطلع الافيز وبطلع الكلاتش هفك الافيز ان شاء الله بتاع الدرج الاول ونرجع مع بعض تاني. فكيت الـ الـ الكابلات من الافيزات بتاعتها زي ما احنا شايفين اللي كانت موجوده على الكفر وفكيت المسمارين بتوع الافيز بتوع القلاتش بتاع السحبه الاولى بتاع البكر الاول الدرج الاول قصدي تمام هسحب الافيز عادي كده تمام عادي جدا خلاص طلع اهو الافيز نخلي بالنا من حاجه بس صغيره ان بيبقى فيه جلبه الجلبه النحاس دي اللي موجوده بتبقى موجوده على الافيز ممكن تتفك مني كده تمام اراعي ان انا لما اجي اركبها لحظه كده اهي بركبها من جوه تمام يعني كده الافيز هو وضعه الطبيعي بيبقى كده الجلبه لما اجي اركبها انا مش عارف بقى ايه انا ماسك معلق الموبايل برجلي كده وعامل اكروبات فايه معلش نستوعب مع بعضينا الجلبه لما اجي اركبها هركبها من جوه هنا تمام بس كده نركن دي على جنب نطلع الكلاتش بتاع السحبه الاولى بتاع البكر الدرج الاول اهو طلعنا من مكانه نحطه هنا جنب اخوه تمام ايه بقى اللي قدامنا دلوقتي محتاج يتفك الكفر ده الكفر ده معاه شويه حرفيه كده صغنطتين لو خلي بالنا منه خلاص هيبقى سهل وبسيط لو ما عرفناش الحرفيه بتاعته هيكعبلنا في تركيبه تمام يعني لو فكناه هنتكعبل واحنا بنركبه ايه اول حاجه شايفين السوسته دي في شداد في سير موجود جوه اللي هو السير ده السير ده عليه شدادين واحد منهم بسوسته وواحد منهم اهو ده شداد ثابت في الكفر فالمطلوب مني وانا بفك بفك السوسته دي بتاعه الشداد ده كده تمام وخلي بالها احط السوسته على جنب وخلي بالها ما تضيعش مني تاني حاجه بفك المسامير بتاعتي ادي مسمار وفين التاني فين التاني اوب انزل هو مسمار واحد بس لا كان في مسمار تاني ما علينا ماشي هي بقيه المسامير اللي بتثبته بتبقى موجوده على الافيزات عموما يعني تمام فاحنا هنفك دلوقتي المسمار ده ونرجع مع بعض فكينا المسمار الكويس ده تمام وبعد كده هنلاحظ بقى واحنا بنفك ان في شداد هنا راكب عليه السير ده يعني وانا بركب لازم اركب السير على الشداد ده ده كده ايه ملحوظه رقم واحد تاني ملحوظه شايفين حرف اليو بتاع الكلاتش بتاع الريلاي باين من جوه اهو بعد صباعي تمام نحاول نقرب كده قدر الامكان حرف اليو ده ال 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 الجزء اللي بيثبت عليه موجود على الكفر ده فلازم وانا بركب طبعا هحط الكلاتش بتاع ريلي الاول لما اجي اركب في مرحله التركيب واخلي بالي ان حرف اليو داخل في مكانه وانا بركب الكفر تاني حاجه السلك بتاع الكلاتش بيبقى نازل من هنا تمام يعني وانا بركب ال 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 الكفر الحديد ده اراعي ان انا اسلك السلك بتاعي من الجزئيه دي ما اجيبوش من هنا ولا من هنا ولا من هنا تمام من الجزئيه اللي تحت دي تمام بنفك طبعا الكفر بقى معانا دلوقتي نقعد نهزه كده يمين وشمال كده على مهلنا زي الفول الكفر طالع معانا نبص على الكفر بصه كده سريعه هو الكفر ده زي ما فكيناه من جوه كده بالمنظر ده لما هنيجي نقلبه الناحيه التانية. هنشوف اهو الشداد بتاع السيرة اهو والجزئيه بتاعه الكلاتش اللي بتثبت الكلاتش اهي تمام دي وادي الكلاتش بتاع الريل اهو المجرم ده تمام بنطلع طبعا بيلي الاول نحطه على جنب وبعد كده بنمسك كالاتش الملحوظه اللي انا كنت بقول لكم عليها واحنا بنركب الكلاتش هنا ان حرف اليو يبقى لفوق والسلك يبقى من تحت عشان يعدي ايه من الناحيه بتاعتي طبعا كده طلعنا الكلاتش بتاع الريليه كلاتش الريليه ده للمعلومه هو بيحرك الاكس بتاع الريليه بتاع الدرج